خلينا اروح مع حضراتكم للتنس الارضي. طبعا احنا كنا بنغطي على الفتره اللي فاتت بطوله طبعا ويسترن اند ساذرنز، البطوله اللي بتتلعب في امريكا. البطوله دي ليها اسمين وليها اسم تاني اسمه سينسيناتي. دي البطوله دي بتتلعب في ولايه اوهايو. الحقيقه البطوله طبعا كان ليها ادوار متعديه. طبعا ده نوفاك اللاعب المشهور، اللاعب الكبير جدا نوفاك جوكوفيتش. اللاعب ده طبعا لاعب صربي من افضل لاعبي العالم، طبعا داخل لابس الكمامه. طبعا فاز في قبل النهائي على اللاعب الاسباني روبرتو اللي قدام حضراتكم، فاز 2-1 في المجموعات وتاهل للمباراه النهائيه عشان يلاعب ميلوش. خلينا اسمع صوت البطوله طبعا اوديو فيديو وارجع لحضراتكم تاني. Game, set, and match, Djokovic. 2 sets to 1, 4 seconds, 6-4, 7 sets. طبعا نوفاك احد اساطير دلوقتي طبعا التنس الارضي مع نادال. طبعا عايز اقول لكم المباريات دي لما بتتذاع ملايين ملايين الملايين بيشاهدوها. انا كنت زمان حتى وانا صغير لما كانت بتذاع على يعني قنوات التلفزيون المصري الحقيقه كنت بقعد لها. طيب الطرف الثاني في المباراه النهائيه ميلوش اللاعب الكندي. اللاعب الكندي ميلوش فاز بنتيجه 2-0 طبعا على ستيفانوس اللاعب اليوناني. خلينا نشوف اللقطات وارجع لكم. Game in first set, Ranić. Ranić leads 5 games to 2. Game, set, and match. Ranić. 2 sets to 1, 7, 6, 6, 3. أنا بس مش عارف حضراتكم خدتوا بالكم ولا لا، الملعب فاضي مفيش جمهور. الحاجة التانية اللعيبة بيتسلم على بعض بعد المباراة ما سلموش بإيديهم، سلموا بالمضارب. وطبعا ده حاجات احنا ما كناش يعني لو بنحلم ان الإجراءات دي تحصل في الرياضة الحقيقة ما كانش في دماغنا خالص. ربنا يكرم ان شاء الله والأزمة دي تعدي على خير وطبعا يتم احتواء هذا المرض يعني. طيب في السيدات حصل حاجة غريبة في هذه البطولة اللي هي طبعا زي ما قلنا ويسترن اند ساذرنز اللي هي ليها اسمين. أزارينكا اللاعبة لاعبة بيلاروسيا طلعت فاينل مع اللعيبه ناومي اوساكا لعيبه اليابان اللي هي السمراء يابانيه سمراء شويه. الحقيقه ناومي انسحبت فكانت حاجه ظريفه. ناومي دي انسحبت من المباراه النهائيه وطبعا عندها اربطه في ركبتها. طب انسحبت ليه؟ هي بالرغم انها تشارك في بطوله امريكا المفتوحه اللي جايه، هي انسحبت عشان تفضل ان هي تبقى جاهزه للبطوله اللي جايه. هي خافت تلعب المباراه دي تكسب او تخسر بس ما تلعبش اللي بعديها. انا عايز اقول لكم ان العاب المضرب بيبقى ليها حسابات شويه غير الالعاب الجماعيه. خلينا اتفرج على اللقطات وارجع لكم تاني. يمكن ظهرت هنا اكتر شويه السلام بالمضارب. طيب هنروح على سباقات فورمولا 1. السباقات فورمولا 1 الحقيقه من السباقات اللي بتشاهد طبعا اقبال كبير ومتابعه عالميه.